يعني ما مدى واقعيه ما قيل من ان المبادره التي طرحها الاطار التنسيقي ما هي الا مبادره مستنسخه من مبادره السيد عمار الحكيم؟ تحيه لكم أهلا. ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. لا شك ان هناك هذه المبادره مبادره السيد الحكيم تتضمن تقريبا ثمان نقاط للخروج من الازمه التي تعصف بالبلد منذ سبعه اشهر ولحد الان يعني مبادره السيد الحكيم كانت لها يعني دوافع وكانت لها ايجابيات للمكون الاكبر وحسب الاستحقاق الانتخابي. اليوم اذا نريد ان نفصل او نشخص المشاكل التي تعصب بالبلد هي هناك مشكله بين يعني الكتله الصدريه والسيد المالكي الذي هو من ضمن الاطار التنسيقي لكن اليوم اذا هذه المبادره اذا اخذت بعين الاعتبار انه الخروج من هذا الانسداد والانغلاق السياسي وباعتقادي سوف تكون هناك اذا لم تكون توافقيه سوف يكون هناك اتفاق لعده نقاط والخروج من هذا الانسداد، بالتالي يجب على الاخوه في الكتله الصدريه والاطار التنسيقي الجلوس على طاوله الحوار والمضي بتشكيل الكتله الاكبر وانبثاق رئيس الوزراء من الكتله الاكبر حتى نمضي بتشكيل الكابينه الوزاريه وحتى معضله رئيس الوزراء عفوا رئيس الجمهوريه داخل البيت الكردي سوف تحل اذا حلت مساله يعني مشكله البيت الشيعي اللي هي الصراع على الكتله الاكبر واليوم التحالف الثلاثي يعني لحد الان هو ليس بقادر على يعني تفعيل النصاب او اكمال النصاب وتمرير رئيس الجمهوريه اللي هو 220 نائب بالتالي الاطار التنسيقي هو الكتله الضامنه او الثلث المعطل للبرلمان بالتالي لا الاطار التنسيقي هو قادر على تشكيل حكومه ولا التحالف الثلاثي هو قادر على تشكيل حكومه اليوم عندما خرج المواطن وصوت واختار من يمثله يريد ان تشكل حكومه باقرب وقت لكن اليوم نحن يعني هذه المده لمده سبعه اشهر المواطن ينتظر وهناك صراعات على الكتله الاكبر اذا لحد الان نحن صراع على الكتله الاكبر متى يعني تتكون الكابينه الوزاريه اختيار رئيس الوزراء بالتالي العراق لا يتحمل هكذا صراعات وحتى يعني مساله الامن امن العراق داعش بدا يتحرك واستغل مسألة الصراع السياسي وبدأ يتحرك وما شابه ذلك والكل يعلم بهذا هذا الموضوع وحتى انتشار المخدرات وانتشار السلاح المنفلت كل هذه الأمور تؤدي وسببها نعم. عدم الاتفاق بين السياسيين